شوفوا شلون وجهه يتحول إلى ممثلين آخرين من غير أي مؤثرات. طيب شو راح يتحول الحين لي؟ طيب تحول شيء مرعب وله تفسير علمي. تحول تحول صار توم كروز نفس ضحكته ويضحك ويبقى وجهه ثابت. شوف الحين راح يتحول لشخصية ثانية الباتشينو. شوفوا ركزوا على وجهه راح يتحول راح يصير الباتشينو. أثناء الكلام راح يصير هو الباتشينو. التفسير العلمي هو كالتالي: عدد عضلات الوجه بين الناس يختلف، في ناس عندهم عدد عضلات أكثر وفي ناس عندهم القدرة على أنهم يحركون عضلات وجه عضلات وجههم أكثر من غيرهم. يعني عدد عضلات وجوه الناس تتراوح فيما بينها، وكذلك قدرتنا على تحريك هذه العضلات